اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الاصناف ديال الادويه، طرق ديال الاعطاء ديالها، والانواع ديال لي زانجكسيون. كنتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم ومعي حتى الاخر. يتم تقديم الادويه بعده اشكال وادارتها في العلاج بموجب وصفه طبيه كتم بعده طرق وفقا للطبيب المعالج ووفقا للحاله الصحيه للمريض. كيتم الاختيار ديال الطريقه ديال اعطاء العلاج اللي كيحددها الطبيب، يعني وفقا للحاله اللي كيكون فيها المريض ووفقا لذاك المنتوج ديال داك الدواء. يعني كاين الادويه اللي كيكونوا مثلا على شكل قويرباش وما كيكونش فيهم كومبريمي، كاين اللي كيكون فيهم جميع الاصناف، يعني على حسب داك المنتوج او هذاك الدواء بالضبط. بالنسبه للطريقه ديال حقن الادويه، يا اما كتكون عندنا انتراميسكولار او على شكل انترافينوز، انتراديرميك ولا سوكيتاني. وبالنسبه للفوا اللي كيقدر انهم ندوزو منهم داك الميديكامون او الدواء، فكان عندنا الفوا اوغال ولا كنقولوا الفوا بوكال يعني عن طريق الفم، عندنا لافوا ريكتال او كنقولوا لافوا انال يعني عن طريق المخرج، عندنا لافوا فاجينال يعني في الفاجان، وعندنا لافوا بيركوتاني يعني في الجلد، عندنا لافوا اوكولير يعني العين، وعندنا لافوا نازال يعني عن طريق الانف، وعندنا لافوا اوريكيلار يعني عن طريق الاذن. هادو هما لافوا اللي ممكن انه يعني كيدوز منهم الدواء او الميديكام. بالنسبه للانجكسيون اللي ذكرت لكم دابا يعني من قبل، فهما كيداروا من طرف الممرض وممكن انه يديرهم حتى الطبيب، يعني انتراميسكولار، انترافينوز، انتراديرميك وسوكيتاني. كيقدر يديرهم الممرض يعني هما من العمل ديال الممرض، ويمكن ليهم يديرهم حتى الطبيب. ولكن كاين انواع اخرى ديال الحقن اللي كيديرهم غير الطبيب وما يعني وانتغدي انهم يديرهم الممرض، مثلا بحال لافوا انترا كاردياك ولافوا انترا بلورال اللي كتكون في الرئه، ولافوا انترا ارتيكولار كتكون في المفاصل يعني في الكتف او في الركبه، ولافوا انترا راشيديان اللي كتكون في النخاع. بالنسبه للادويه اللي كتحقن كتكون على شكل سائل، اما بالنسبه للادويه اللي كتكون عن طريق الفم يعني عن طريق لافوا اورال يعني كتكون على شكل لي كومبريمي يعني الاقراص، لي جيلول يعني الكبسولات اللي كتحتوي على داك المسحوق يعني بحال اوديس اللي كتكون واحد لاكابسول من برا وكيكون الداخل ديالها يعني واحد المسحوق حبيبات، عندنا لي بيلول يعني الحبوب، عندنا لي غرانولي يعني الحبيبات، كيكون هذاك الميديكامون الحبيبات ديالو صغار بزاف، كيكون عندنا لي بودغ اون ساشي ولا اون فلاكون يعني بحال اسبيجيك، وكيكون عندنا لي سيرو يعني سوائل. هادو بالنسبه اللي كيكونوا عن طريق لافوا اورال ولا لافوا بوكال يعني عن طريق الفم. بالنسبه لافوا ريكتال فكيكون عندنا لي سيبو يعني القويلبات، بالنسبه لافوا فاجينال كيكون عندنا جيل انتيم، كيكون عندنا ميديكامون اللي حتى هو كيدار على شكل سيبو ملي كيكون فاجينال، يا اما على شكل بوماد او على شكل ديغوت يعني تقطيره. بالنسبه لافوا نازال كيكون عندنا اما بوماد اما ديغوت اما لي ليكيد. بالنسبه لافوا اوريكيلار يعني كتكون عندنا تقطيره، وبالنسبه لافوا كيتاني يعني الجلد كتكون عندنا اما بوماد اما دي جيل اما لي ليكيد. اما بالنسبه لاختيار ديال لافوا يعني واش هذاك المريض ياخذ مثلا كومبريمي ولا خداه كومبريمي، واش ياخذو على شكل سيرو او على شكل او على شكل جيلول، او يعني على حسب الصنف، ولا يعني فالطبيب اللي كيحدد انه اش من فوا غادي ياخذ واش من صنف بالضبط اللي غادي ياخذ، على حسب يعني الحاله ديال المريض، على حسب النوع ديال الدواء. يعني كما قلت لكم كاينين شي دويات اللي غتقدر تلقى فيهم كاين فيهم سيرو، كاين فيهم على شكل كومبريمي، على شكل مثلا سيبو، ولكن كاينين بعض الادويه غتلقى مثلا في غير كومبريمي او مثلا على شكل ساشي يعني بحال اسبيجيك مثلا، يعني غير الساشي كيكون فيها بودغ يعني كتلقى فيها غير صنف واحد، يعني كنشوفو على حسب الدواء وعلى حسب الحاله ديال المريض. حاجه اخرى كنشوفو على حسب لي زانديكاسيون ديال داك الميديكامون، وكنشوفو حتى لي كونتخانديكاسيون ديالو على حسب مقارنه مع الحاله ديال المريض واش يمكن ليه انه ياخذهم او لا. فمثلا علاش بعض المرات كيعطي الطبيب مثلا واحد الميديكامون مثلا كومبريمي وما كيعطيهش مثلا على شكل سيبو، كيقدر يكون داك الانسان فيه لا دياري فما يمكنش انه يعطيه
مثلا العشق القوي الباش، وهو ما غاديش يستافد منهم حيتاش فيه لا ديغي، كيعطيه لهم كيعطيه داك الميديكامون على شكل مثلا كومبريمي باش يقدر يدور في الدم ديالو، انه يعني يشد ليه في الدم ديالو. العكس عاوتاني، يعني الا كان عاوتاني واحد الانسان كي مثلا كيرد، فما كنعطيهوش مثلا كومبريمي، فكنعطيوه مثلا سيبو او سيرو، يعني على حسب، باش انه ما يقدر ماشي لا ياخذ داك الميديكامون ويقدر يرد وحش وكرد بزاف وما غاديش يستافد منه، وبحال كنخلو الماء في الرمله. داكشي علاش يعني الطبيب كيشوف النوع ديال الميديكامون ولا فوا اللي غادي ياخد منها الميديكامون المريض على حسب الحاله ديالو. فهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، شفنا فيه الاصناف ديال الادويه، الطرق ديال الاعطاء ديالها، انواع ديال الحقن، الحقن اللي يديروا الممرض والحقن اللي انتغدي انهم يديروا، يعني شفنا الانواع ديال لي فوا، الاشكال ديال لي ميديكامون. فهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. ما نطولش عليكم اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.